إذن مشاهدينا الآن نروح وإياكم إلى موضوع الصحة لنهار اليوم، وتحت الشعار صيف في بلادي مع أهلي وولادي، أطلقت الديوان الوطني أو أطلق الديوان الوطني للسياحة تحت إشراف وزارة السياحة هذه الحملة في هذه الصيف. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نسعد باستضافة السيدة صليحة نصر باي، المديرة العامة للديوان الوطني للسياحة. صباحك خير ومرحبا بك معنا. صباح النور، أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. شكرا لقبولك دعوة. في البداية تحدثنا عن صيفي في بلادي مع أهلي وولادي، ربما هذه الحملة اللي أطلقها الديوان الوطني للسياحة تحت إشراف وزارة السياحة، أكيد أحكينا أكثر حول هذه المبادرة. نعم شكرا. هي موسم الاصطياف هو حدث هام بالنسبة لقطاع السياحة والصناعة التقليدية، حدث هام لأنه يتزامن مع يعني العطل، يتزامن يعني بعد عام من الكد والجد لابد من أن الإنسان يرتاح. نعم. فلهذا قطاعنا كل سنة يعني يحضر مخطط اتصالي ويحضر يعني برنامج ثري من أجل استقطاب العائلات الجزائرية ومن أجل يعني الحث على قضاء العطلة في الجزائر. هذا يعني بالرجوع إلى تعليمات يعني السلطات العليا التي يعني تؤكد على ضرورة إيجاد الحلول الناجعة ويعني يعني احترام القدرة الشرائية للعائلة الجزائرية. وبالتالي يعني نحن قمنا بنشاطات منها يعني إعداد هذا الفيديو الترويجي بعنوان صيفي في بلادي مع أهلي وولادي، فمن جهة كما قلنا لتشجيع السياح العائلة الجزائرية والشباب الجزائري في تعريف أو في اكتشاف بلدهم، ومن جهة أخرى استقطاب الجالية الجزائرية الموجودة بالخارج وهي يعني معتبرة، لأن يعني في كل صيفة عندنا عدد كبير من الجالية الجزائرية تحب تجوز الصيف في بلادها مع أهلها وولادها كذلك. هذا هو يعني المقصود، ويعني هناك هذه السنة برنامج يعني مخصص لهذه الجالية. بحيث يعني كانت هناك مبادرة قامت بها وزارة السياحة والصناعة التقليدية هي لفائدة أكثر من 200 يعني جزائري مقيم بالخارج، عملت لهم رحلة استكشافية قادتهم إلى عدد من الولايات منها عنابة وقالمة. ولايات ساحلية؟ لا لم تكن ولايات ساحلية، لكن ولايات حموية، ممكن نقول حموية. السياحة الحموية. نعم. السياحة الحموية، يعني هذا الشيء وقع في موجودة في استكشاف السيدة صليحة؟ نعم، يعني احنا نريد من خلال برنامجنا أن يعني أن نستغل كل المنتوج السياحي الجزائري ولا يقتصر على المنتوج السياحي الساحلي، لأن الطلب كثير ويعني معتبر، فلا بد من يعني أن نكون مستعدين لتلبية طلبات يعني الجزائريين أو يعني أي سائح بتقديم يعني برنامج متنوع. نعم جيد. طيب بخصوص ربما السياحة الحموية، عندكم ولايات خاصة ربما يروحوا لها السائحين الجزائريين حتى الأجانب ربما للتعرف على هذا النوع الخاص من السياحة في الجزائر؟ نعم، يعني لازم نأكدوا أن يعني أغلبية المحطات الحموية يعني الموجودة هي تابعة لمجمع فندق السياحة وحمامات معدنية الذي هو يعني أيضا تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وعنده دور كبير. لماذا؟ لأنه عنده يعني عدد معتبر من الأسرة ممكن أنه يستقطب يعني في مجال الإيواء والإطعام هذه الفئة. يعني كما قلت كانت الوجهات هي قالمة وسطيف ويعني وعدة ولايات، فكانت هذه العملية كانت جد يعني ناجحة وخلت ربما أعطت يعني ان امباكت يعني صوره تأثير حتى يعني نشوفوا الجاليه، واحنا الحمد لله نشوفوا يعني ان الجاليه الجزائريه اختارت بلدها لقضاء العطله هذه السنه. نعم، كذلك لما نتحدث عن الصيف نتحدث عن البحر، عن الشواطئ، السواحل، وربما نتحدث عن السواحل الجزائريه، في بعض المواطنين يحبوا ينتقلوا الى ولايات اخرى بغرض التعرف على تلك الولايه، بغرض ربما كذلك يعني يجوزوا ايام جميله في الشاطئ خلال ربما هذه الصائفة. نتحدث ربما السيدة صليحة عن الأسعار، أسعار الفنادق، ربما شهدنا هذه السنة انخفاض في أسعار الفنادق، أكثر تفاصيل حول هذه النقطة.
نعم، هي كل سنة القطاع السياحة والصيانة التقليدية يبذل مجهود من أجل يعني دراسة الأسعار، ولو أن يعني الأسعار غالبا يعني اقتصاديا، لما نتكلم اقتصاديا هو أن الأسعار تخضع إلى العرض والطلب، لكن هنا يعني تدفعيني باش نعاود نذكر بالمبادرة يعني أو العملية التي شهدت اتفاقيات إبرام اتفاقيات بين مجلس التجديد الجزائري الاقتصادي الجزائري لوكخيا ووزارة السياحة من خلال يعني مؤسساتها تحت الوصاية، من بينها الديوان الوطني للسياحة، من بينها أيضا لونات مؤسسة الديوان الجزائري للسياحة، مجمع فندق السياحة وحمامات معدنية، وأيضا العسيح هي شركة ربما؟ لا ليست هي يعني مؤسسات بحد ذاتها. نعم. ابرمت اتفاقيه مع لوكخيا مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري من اجل يعني اولا الترويج للقدرات السياحيه الساحليه بمناسبه موسم الاصطياف، وفي هذا الاطار يعني كان هناك شعار اخر. نعم. اللي هو في بلادي نلقى روحي، يعني نلقى روحي لأنه هناك دراسة للأسعار، هناك تخفيضات، هناك مجهودات قامت بها هذه المؤسسات، لا سيما يعني لونات والاش تي تي والسيح. نعم. الذين يعني قدموا واقترحوا من خلال بوابة تابعة للديوان الوطني للسياحة اللي هي فيزيت ألجيريا. فيزيت ألجيريا يعني احتضنت هذه الاقتراحات وهذه العروض. نعم. الجد يعني تنافسية، والتي ممكن أن تكون في متناول العائلة الجزائرية وجاليتنا المقيمة بالخارج. نعم إن شاء الله. كذلك ربما نتحدث عن الولايات الساحلية، في كل صيف يعني عندكم برنامج مخصص ككل سنة كما عودتونا دائما، كما عودتوا المواطن الجزائري. أحكي لنا ربما الحملات اللي تقوموا بها خلال هذه الصيفة لسنة 2024. نعم، الحملات هذه تدخل في إطار مخطط يعني الاتصال والترويج اللي تكلمت عليه في البداية، فبالإضافة إلى هذه يعني الممضات الإشهارية وهذه يعني الحضور يعني على مستوى المؤسسات الإعلامية، فهناك رحلة استكشافية إعلامية لفائدة الصحافة التي ستقودهم في يعني الأسبوع المقبل إلى بعض الولايات الساحلية. نعم. فمنها لترقية تلك الولاية، ومن جهة أخرى فهي حملة تحسيسية حول المحافظة على البيئة وحول المحافظة على المكتسبات. والهدف منها هو غرس الثقافة السياحية لدى الجميع، وإحنا في كل مرة نشارك أو نستدعي أطفالنا. نعم. يعني نحضر يعني عملية باتجاه الأطفال. الأطفال يعني. نعم يعني لا. نعم. لا ليس بالتأكيد في هذه يعني العملية التي ستنشط أو ستنظم في الأسبوع المقبل. نعم. لكن هناك برنامج خاص للأطفال في كل سنة يعني إحنا نحرص عليه، هو دائما نعود الكلمة نقول الطفل اليوم هو سائح الغد. إحنا لازم نحضر المستقبل، ولازم نزرع هذه الثقافة السياحية يعني في أذهان الناشئة. نعم. طيب لما تحدثتي عن الثقافة السياحية، اليوم المواطن الجزائري دخلت له ثقافة سياحية أكيد. يعني ماشي كما كان من قبل، ولا يعرف ربما حتى مقومات السياحة، يعرف. نعم. الأماكن المليحة اللي يروح لها، وحتى الأماكن اللي لازم يتفاداها. كيف ترين ربما هذا التغير في عقلية المواطن الجزائري؟ هي ما نكروش انه وسائل يعني التواصل الاجتماعي لعبت دور كبير وكبير جدا في ايصال الرساله. فمن خلال يعني حتى المؤثرين او صناع المحتوى اللي كانوا يعني من خلال هاتفهم الذكي ولا يوصلوا تلك الصوره الجميله يعني، فانتشر هذا الوعي او هذا التحسيس من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، حتى يعني دور الاعلام. الإعلام كان عنده دور كبير وكبير جدا، وإحنا نذكر أنه مؤخرا قمنا بتنظيم يعني قامت وزارة السياحة والصناعة التقليدية بتعاون مع وزارة الاتصال بتنظيم يعني جائزة أحسن ريبورتاج ترويجي وأحسن، فهذا يعني خلى هناك نوع من التنافس، ويعني أكد مرة أخرى على أهمية الإعلام في نقل الصورة، و اعتبار أن الإعلام هو المرآة العاكسة للنشاط السياحي. نعم، جميل في هذه النقطة لما تحدثتي على مواقع التواصل الاجتماعي والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار أقول صناعة المحتوى السياحي، نجد بعض الأسماء كما خباي بعضها كذلك ربما لتروج للسياحة، هل عندكم تعاونيات مع هؤلاء الأشخاص؟ نعم. يعني نعم. في الترويج للسياحة الداخلية الجزائرية. نعم أكيد، يعني على ذكر الاسم يعني اللي قلته سيد خبيب كان عنده يعني
نشاط أو كان عنده تنسيق مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية، بحيث هي تم تأطيره من خلال تنقلاته عبر الولايات. ويعني تحية ليه من هذا المنبر، لأنه يقوم بعمل جيد، وعنده يعني عدد متتبعين اللي يسمح بيعني بإعطاء يعني صورة شاملة عن هذه المقومات داخل وخارج الوطن. نعم، لا، احنا اللي يهمنا انه داخل الوطن. داخل الوطن احنا يعني هدفنا الأساسي والرئيسي هو ترقية وجهة السياحة الجزائرية. نعم، فربما الخارج يعني ربما يعني تدخل في إطار مستقبلا. لا، احنا بالخارج يعني دائما اذا كنا بالخارج نروج للسياحه. نعم، الجزائريه، وبالداخل ايضا نروج يعني الهدف الاول هو استقطاب يعني اولا الجزائري، وبالخارج من خلال يعني مشاركتنا في المعارض الدوليه والمواعيد السياحيه العالميه، فالهدف هو استقطاب السواح الاجانب. واحنا يعني لمسنا او كل واحد فينا يعني شاهد انه عوده تدريجيه للسواح الاجانب، يعني نشاهدهم على مختلف شوارع العاصمه واكبر المدن يعني في الجزائر. نعم، خصوصا في الولايات الجنوبيه في فصل الشتاء ربما شاهدنا سواح اجانب يعني من مختلف الدول كذلك يلجؤوا الى الصحراء للتعرف على ربما تضاريسها جمالها كذلك. نعم، يعني سجلنا عدد معتبر جدا هذه السنة، يعني بين نهاية يعني سنة 2023 وحتى أفريل، لأنه يتزامن مع موسم السياحة الصحراوية، تجاوز 2 مليون سائح أجنبي توافدوا على يعني جانت وتمن راست وأدرار وإلى آخره، يعني أهم المدن، لأن لازم نذكروا بأن عندنا منتوج سياحي صحراوي فريد من نوعه في العالم. هذا يرجع أولا إلى هذه الحملات ككل، لكن للمجهودات التي قامت بها السلطات العليا للبلاد من خلال وضع تأشيرة التسوية، لأنه هذا هو اللي كان ربما هو العائق الكبير اللي يخلي أنا السواح يعني ربما يترددوا في اختيار الجزائر. لكن بعد هذه العملية التي شهدت يعني حركية وشهدت يعني في تسهيلات ربما للسواح. نعم، يعني أن السائح الأجنبي بعد ما كان يعني هناك إجراءات إدارية ربما معقدة وطويلة، الآن هو السائح من خلال وكالة سفر جزائرية أنه يتحصل على تأشيرة تسوية عند مدخله، يعني عند الحدود الجزائرية. نعم، سواء كانت برية أو يعني بحرية أو جوية. فهذا يعني ما شجع وأعطى يعني خليني نقول ربما يعني في هذا النقطة لما نتحدث عن السياح الأجانب ليجوا إلى الصحراء الجزائرية وليجوا إلى الجزائر ككل، كما سبق وذكرتي قلتي أنه حتى في أجانب اليوم في العاصمة الجزائرية في مختلف المدن الساحلية كذلك. في أكبر نعم، هذا الشيء أكيد يشرفنا احنا كجزائريين ويحفز كذلك الأجانب الآخرين على زيارة الجزائر. يعني تنتقل من عبر يعني عبر كل الوسائل. خصوصا في السوشيال ميديا سيدة صالحة. نعم. 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 طيب من الصحراء نعود نرجع إلى الشمال الجزائري، ما هي أكثر الولايات ربما اللي تشهد كل سنة كل صائفة أكثر عدد دولة أكبر عدد للسواح والمصطفين؟ هي والله يعني وطلب كبير. احنا شهد كاين بعض الولايات اللي فيها كونسنتراسيون يعني تركيز، مثلا وهران، مثلا عنابة، لكن الآن نشهد بأن كل الساحل الجزائري عليه طلب. ويعني هذا يعني مؤشر جيد أكيد، لأنه الآن الجزائري أصبح عنده وعي بأنه العطلة يعني شيء مقدس، لأنه يسترجع أنفاسه. صح، يعني هناك يعني جانب نفسي للشخص من أجل يعني ولينا كلنا نخمو أنه خذيت عطلة لازم نرتاح. وكيفاش ترتاح؟ ترتاح أنك تبرمج إقامة في أحد المدن الساحلية وحتى المدن الداخلية، لأنه كاين بعض الأشخاص يفضلوا المنتوج السياحي الجبلي.
كاين كما قلنا الحموي، كل واحد يعني وميولاته، كل واحد يعني حسب رغباته وحسب احتياجاته. فالآن هو المنتوج الجزائري موجود متنوع، يبقى يعني بعض التحسيس حول كما قلنا الحفاظ على هذه الكنز يعني الذي حبنا به الله. نعم، كذلك ربما المصطفين يروحوا إلى الشواطئ الجزائرية، نعرفوا أن الشواطئ الجزائرية هي مجانية، لكن في بعض ربما يشتكون من غلاء الأسعار فيما يخص ربما خلينا نقول الباراسول، الشمسيات إلى غير ذلك. أكثر تفاصيل حول هذه النقطة باش نطمئنوا كذلك المواطن الجزائري. شوفي والله لازم نكونوا موضوعيين. نعم، الآن أنا يكي نمشي البحر أكيد أنه شاطئ أو إذا كان حيز راه مجهز. نعم، فصاحب هذا يعني الذي استغل هذا الحيز منا والفضاء من الشاطئ يعني هو وضع استثمر، وضع أمواله، يعني لا يعقل أنه يفتح للآخر مجانيا. لكن السعر يكون معقول، ربما السعر معقول، سعر معقول يعني حسب دفتر شروط اللي مضاه مع يعني السلطات المعنية. لكن هناك دائما يعني من خلال القانون استغلال قانون سياحي لاستغلال الشواطئ، نعم، وأن يبقى فضاء آخر حر. ممكن أنه هو يجيب يعني الشمسية المعدات تاعو، الشمسية تاعو، ويعني فيه فضاء أنه يستغلوه بكل حرية. وهذا الفضاء يعني هو مجاني 100%، لكن موجود في كل شواطئ هذا الفضاء؟ في كل شواطئ يعني من خلال هذا القانون، هو ما كانش شاطئ يكون يعني مستغل 100%، ودائما كاين على الأقل ثلث من هذا الشاطئ اللي هو حر أو يعني ما فيش حتى معدات، لكن أنه المصطاف يأخذ معدة تاعو يختار وش يحب. لكن لا يعقل أنه لما نجهزه أو يعني نهيئه فضاء ونحطه فيه شمسيات ونحطه فيه يعني كراسي وطاويات أنك تدخل مجانيا. نعم. طيب إلى نقطة أخرى ربما سيدة صليحة، نتحدث عن مقومات السياحة، نتحدث عن الصناعة التقليدية الجزائرية. نعم. اللي ترافق السياحة، اللي ترافق كذلك السواح اللي حبوا يتعرفوا على كل منطقة، على تقاليد وعادات كل منطقة ليزورها السائح، حتى يعني جزائري وغير جزائري كذلك. بالفعل الصناعة التقليدية نعتبرها عامل جذب سياحي مهم ومهم جدا، لأن تعبر عن الهوية، تعبر عن الثقافة، تعبر عن الأصالة لأي بلد. يعني ربما نتعرفوا على بلد من خلال منتوج سياحي معين. نعم. إذا كلمنا مثال يعني هكذا جاني في الحين أن نقولوا الزربية الإيرانية يعني هي يعني تعتبر جزء لا يتجزأ من ذلك البلد. حتى احنا عندنا عدة منتوجات سياحية فريدة من نوعها. إذا كلمنا على الزربية الغرداوية فهي معروفة، عندنا زربية بابار، إذا تكلمنا يعني على فئة النسيج فقط. نعم. لكن احنا عندنا الخزف الفني، عندنا عدة منتوجات سياحية ممكن وحدها أن تكون عامل جذب، أو ممكن أن تكون يعني نجعل منها مقصد، هي استثمار. نعم. لكن الآن شاهدنا أن في قطاع السياحة يعني هناك ذهنيات، وأصبح السائح الأجنبي أو حتى المحلي يقصد وجهة أو يختار وجهة من أجل اقتناء شيء ما، وأصبحت الصناعة التقليدية يعني من بين الفضوليات، يعني الفضول اللي السائح باش يمشي هذيك المنطقة وباش يجيب هذيك الصناعة التقليدية كذكرى لزيارته لهذا البلد، كذكرى ليه أو للعائلة ديالو كذلك. أكيد. نعم. طيب قلتي لي أنه في برنامج استكشافي للولايات الساحلية، ما هي الولايات اللي راح نزوروها السيدة صلاح؟ هذيك خليها مفاجأة. نعم. نعم، لكن هي احنا نعمل دائما على أن نخرج الولايات التي لم تأخذ حقها من الترويج. في كل مرة يعني نختار ولاية اللي مش معروفة جدا حتى يعني تبرز وتصبح يعني وجهة سياحية يختارها المتتبعين. ما هي هذه الولايات ربما السيدة صالحة؟ لا، لكن الآن مثلا تكلمنا على وهران وعلى عنابة، ولا هي معروفة، معروفة. نعم. فالآن احنا نمشيو للولايات الساحلية التي حتى مثلا نقول لك شلف. شلف احنا عملنا فيها يعني العام اللي فات والعام اللي من قبل، اصبحت يعني ولايه راهم يقصدوها خاصه في اطار الاستثمارات المنجزه هناك. يعني في بني حوى مركب يعني معروف جدا يتقصدوا العائلات. فاحنا دائما نحاول ان نبين ونظهروا للمتتبع او للسائح يعني
ما هي الأماكن اللي ممكن أنه يروح لها ويرتاح فيها؟ لأنه العملية لا تقتصر فقط على إظهار مقومات سياحية طبيعية، بل فهي تظهر أيضا ما هي الهياكل أو المؤسسات الفندقية، ما هي المنتزهات، ما يعني وش يقدر الشخص يكون في هذه المنطقة أنه يزور، أو كيف يعني في مجال النزهة والتسلية. نعم. طيب في الأخير سيدة صليحة، ربما ما هي نصائح توجيهات لتقدميها إلى السائحين المصطفين اللي يشاهدوا فينا الآن عبر قناة الوطنية؟ إذن يعني نقدم لهم كل تحية، وحنا نقول لهم عندنا بلد واحد لازم يعني يستثمروا فيه، لازم نحافظوا عليه. الآن يعني ننعم بالأمن والأمان والحمد لله. الحمد لله. فلا بد أن كل واحد يعني وضع يبذل مجهود في أنه يحافظ على بلاده ويحافظ على بيئته، وأنه يستثمر في الخير لهذا البلد لأن أعطانا الكثير. نعم، شكرا لك سيدة صليحة، كنت معنا اليوم في برنامج استوديو الصباح على المباشر. نقول لك بداية يوم موفقة لك. شكرا. شكرا لك.